انا عايزك تطمن يا هشام، انا اعرف مدير الفندق كويس، ان شاء الله هجيبه واخليه يتجوز. المفروض اتنين متجوزين وزيكم كده في اول حياتهم، يعني تبقي قلقانة عليه وتقولي له رحت فين يا حبيبي، جيت منين يا حبيبي، ما تاخرش عليا يا حبيبي. وحضرتك تعرفي هو فين؟ واخد قررنا نحن اخلاء سبيل المتهم من سرايا النيابه بضمان محل اقامته. بقولك في واحد اتكلم على تليفون طنطو من تليفون أروى، قال ان هي عملت حادثه وماتت. انا أروى حصل لها حاجه مش هسامح نفسها، بس انا اتعودت ارسم حقي. خلاص بقى كبر دماغك، انت كبير. بقاء لله والدي. طب انا كمان بحب قوي النسكافيه بالبن. مدام أروى كانت حامل في شهرين وبسبب الحادثه حصل نزيف افقدها الجنين. حامل؟ انت مالك بقى ومال القصه دي؟ يعني ايه انت مالك دي؟ وبعدين انت مالك مهتم بفاطمه قوي كده ليه؟ في ايه؟ مالك وانت فعلا بتحبيني وعايزاني اتجوز؟ هو انت يا سماح بتروحي عند ماما ليه؟ ها؟ سامحيني يا أروى، سامحيني يا حبيبتي. صدقيني انا عمري ما خنتك. أوعدك إن أنا هكون لك أحسن زوج في الدنيا، هعملك أي حاجة عشان أسعدك. بس أنت قومي لي بالسلامة. أنا والله أصلا ما كنت هسافر السفرية دي، بالعكس كنت عايز أخدك وأسافر عشان نبقى مع بعض ونقرب لبعض أكتر. أنا آسف، أنا السبب في موت ابننا، بس أنا عارف إن ربنا هيعوضنا، أكيد مش هيسيبنا. وانا كنت عامل رد علي، رد علي اني كنت عامل. شوف الرخص. نزلي من العربية عشان افتشها. الرخص فيها حاجة ولا اجراءات امن بسيطة؟ اتفضل يا بيه انزل. ايوه حضرتك معاك اذن تفتيش. اذن تفتيش؟ اه انزل يا برنس، انزلي فتش لي العربية. تمام يا باشا، معاك لقيت دول في العربية. لقيت دول؟ ايه ده بقى ان شاء الله؟ بودرة؟
شفت بقى ما ايهاب اللي حصل لاخوك؟ بصراحه قفش سيس قوي. اضحك يا اخويا. هقول لك بس انت اتصرفت صح، كويس قوي انك بعدت نور عن الاحداث الفتره اللي جايه دي كلها. انت مش ناقص مشاكل وحوارات، كفايه اللي حصل الفتره اللي فاتت. طبعا يا معلم انا مش ناقص وجع دماغ، اقسم بالله انا كان عندي مشاكل في الشغل الاسبوع اللي فات فظيعه. مش ممكن بقى يبقى مشاكل في الشغل ومشاكل كمان في البيت؟ طب بذمتك انت الواحد يجيب منين دماغ ده كله؟ بس الشهاده اللي بنتك طلعت جدعه، واحده غيرها كانت راحت حكت للمدام على كل حاجه. لا اصل انا ورانا بنتي اصحاب، مش زي اي علاقه طب ببنته كده. لا لو بنت تانية كان زمانها طارت على امها، حكت لها على كل حاجه وكان زمان البيت ولع نار. بس خلي بالك هي كده وجهت لك انذار شديد اللهجه، القصه دي لو اتكررت تاني هتجري تحكي كل حاجه للمدام، ساعتها هيبقى عندها العيب وازح صراحه. اكيد معاك حق والله فعلا. ها قول لي بقى يا معلم، انت ناوي تخطب البنت اللي كانت معانا في الغردقه دي؟ بنت مين؟ يارا؟ اه لا يا عم انا مش بتاع خطوبه وجواز والكلام ده، انا احب اغير كده في البنات زي موضوع العربيات كده، مره الماني مره امريكاني مره ياباني كده يعني، لكن اثبت على حاجه واحده ازهق. اصل انا كنت ملاحظ يعني ان هي الوحيده اللي في الرحله كانت مركزه معاك قوي، واضح كده ان هي كانت متعشمه فيك بزياده يعني. يا عم متعشم عم عشان مات الله يرحمه. لا مؤاخذه اقدر استنى. اتفضل. ايوه فرغلي ايه الاخبار؟ تمام 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 قوي، حلو قوي. اسمع بقى انا عايز الواد ده يتروق في الحجز، يتروق قوي. سلام يا جامد. يعني معاك بودره وسلاح وفلوس، ده اتجار بقى مش تعاطي. سعادتك انا اسمي حازم الدين، صاحب شركه بلانت تولز السياحه. السلاح ده مترخص، الفلوس دي فلوس شغل، اما بقى المخدرات دي انا ما اعرفش عنها. وايه اللي يخلي واحد محترم زيك كده يتاجر في المخدرات برضو؟ فندم انا شركتي بتكسب ملايين، مش محتاجه تاجر في الزفت ده. طب انت عندك سواق خصوصي بيسوق لك العربيه؟ أكيد عندنا سواقين كتير، بس أنا مفيش حد بيسوق عربية. تفسر لي بإيه وجود المخدرات دي في عربيتك؟ معرفش يا فندم، لو أعرف كنت قلت لك. طب عندك أعداء ممكن تتهمهم؟ أكيد أي حد ناجح عنده أعداء، بس أنا معرفش أقول مين ولا أعرف أختار حد بعينه. أنت ليه مش عايز تساعد نفسك؟ يا فندم أنا قلت لك اللي عندي، ما عنديش حاجة تانية أقولها. يعني مصر على الإنكار؟ هو أنا يا إما أعترف باللي حضرتك عايزه، يا إما أبقى مجرم ولا إيه بالظبط؟ خلاص ما تزعلش روحك يا حازم بيه، احنا نحولك بكره على النيابه ونشوف بقى حكايتك ايه بالظبط. طب بعد اذنك عايز اعمل التليفون. مساء الخير. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك يا ماما، ازيك يا هانيا؟ الحمد لله. اخبار الرحله ايه؟ الحمد لله. معلش عن اذنكم لازم اطلع عشان تعبانه من السفر. اختك مالها يا هانيا؟ مش عارفه يا ماما، انا هطلع اشوف مالها عشان باين ان في حاجه حصلت ضايقتها. ربنا يخلوك يا اولادي ويبعد عنكم اولاد الحرام ويهديك يا ريم بحق جاه النبي واهل بيته. دي يا فندم رخصه السلاح اللي لقوها. بعد اذن حضرتك يا فندم، يعني احنا عيله كبيره ومحترمه وانا واخواتي متربيين واولاد ناس، انا شايف ان القضيه دي حد ملفقها لاخويا. حازم اخويا ملوش في المخدرات ولا في الحاجات دي خالص. للاسف يا باشمهندس وضع اخوك سيء جدا في القضيه دي، خصوصا ان اتقبض عليه بعد اخباريه كانت متقدمه ضده، والكمين اللي اتقبض عليه فيه كان معمول مخصوص علشانه، وده معناه انه اتقبض عليه كتاجر مخدرات. واضح كده ان في حد بيكره اخوك قوي او عايز مثلا يزيحه من طريقه. طب حضرتك كلامك زي اللي انا بقوله بالظبط، يعني ده بياكد ان اخويا بريء وحد ملفق له القضيه دي. يا باشمهندس النيابه ما بتاخدش غير بالادله والبراهين، ودي حاله تلبس. ما تقول له حاجه يا رياض بيه. بص يا يوسف، الحقيقه انا محتاج وقت ادرس فيه القضيه واشوف ملابساتها وادور على مفتاح يوصلني لاي ثغره يثبت ان القضيه دي ملفقه. اه ربي، بس حضرتك عارف ان حازم ملوش اعداء، هو اكيد في شخص عايز يضيع مستقبل اخويا. اهو لو عرفت بقى مين الشخص ده
يبقى حلته نص المشكلة. ولا ايه يا متر؟ ان شاء الله هنلاقيه. خير خير يا يوسف. مساء الخير يا زميلي. يلا من هناك. انت مالك وشك غامق كده ليه؟ هو انت جاي في ايه يا شقيق؟ طابور عشان انا مش فايقلك. كله بيقول البقين دول بريء ومش بريء وفي الاخر تطلع ابن كار قديم. انت عايز ايه؟ مالك حماقي قوي كده ليه يا عم؟ ما تزقش. هتجيب سيجاره يالا؟ قلنا معيش. هات ياد سيجاره من اللي انت مكمرهم في الشراب. يا عم ما قلنا معيش. لا ده انت عايز تتقدم بقى. واحد خزاك هو اللي يقدمني. خيخه؟ ليه يا ده انت؟ بس يا عم بس يا عم ايه يا عم؟ بس انت ارجع كده يا يالا. انا من هنا اقفل من كل واحد قاعد في مكانه. اقعد يا عم على جنب كده. ياسين اللي انت بتعمله ده مش هيفيد بحاجة. البوكا ده مش هيرجع أمك. انت عارف ان أمك ممكن تتعذب بسبب فلوسك الحرام دي؟ يا اللي عايز تصوم العمر كله عشان ترجعها؟ انت السبب في موتها. عالجتها بفلوس حرام ربنا مش مبارك فيها. ايه اللي انت بتقوله ده ياسين؟ وبعدين ولا تزر وزارة وزر أخرى. يعني اللي هيتحاسب أكيد أنا مش هي. وبعدين الفلوس اللي أنت بتقول عليها حرام دي، دي فلوسنا إحنا، دي حقنا. عارف يا ياسين الفرق اللي بيني وبينك إيه؟ إن أنت إنسان سلبي، شايف الناس التانية قاعدة بتتمتع بفلوسنا وساكت، إنما أنا مستحيل. وأنت إن شاء الله عايزنا أشترك معاه في عملية النصب اللي أنت عمال تعملها يمين وشمال؟ عامل زي المجرمين اللي متربيين في الشوارع؟ في الآخر عايزنا ننصب على مين؟ على الناس اللي احنا بنشتغل معاهم؟ اللي بنقبض مرتبنا من شركتهم؟ شركة ايه؟ مدفوع يا ياسين. الشركة اللي انت بتتكلم عليها دي اصلا الشركة بتاعتنا احنا، والفلوس اللي انا بحاول ارجعها دي ده الميراث بتاعنا. فوق؟ لا فوق انت من الوهم اللي انت عايش فيه، وفوق من الشيطان اللي مسيطر على دماغك وافكارك ومصور لك ان دي حقوقنا. انت لازم ترضى بالامر الواقع. وانا ارضى بالامر الواقع ليه؟ وليه افضل ضعيف؟ بقول لك ايه؟ انا خلاص قررت أبيع الجزء الباقي من الأرض وأرجع فلوس حازم اللي أنت نصبت عليه بيها. يمكن أطهر الفلوس اللي أمي اتعالجت بيها، خليها تنام بقى مرتاحة في تربتها. وأنا كمان أريح ضميري عشان متسطر على مجرم وخايف أبلغ عنه عشان المجرم ده يبقى أخويا. لا ده أنت اتجننت رسمي بقى. هي حصلت؟ بتقل أدبك عليا؟ يعني أنت عايزني أعمل لك إيه؟ أنت خلاص هتقضي على شوية الصبر اللي فاضلين لي. ليه؟ ناوي تعمل إيه تاني معايا؟ بقول لك يا ياسين، انا هعمل اي حاجه علشان ارجع حقي ان شاء الله، حتى لو ضحيت بيك انت شخصيا. فاهم؟ معلش يا حبيبتي، انا اليومين دول عندي ظروف صعبه، مش عارف اللي بيحصل لي انا وعيلتي. والله يا زميل مش فاهم اي حاجه، بلاوي عماله تتحدف علينا كل يوم. دقيقي انت بس. حاضر. اليومين دول يعدوا وانا هكلمك اشوفك فين واجيلك على طول. انت كمان وحشاني قوي، ويوسف وحشني كمان، عشان خاطر ابو سهيل يسلم عليه لغايه ما اشوفكم. خلي بالك من نفسك. مع السلامة يا حبيبي. سلام. يا ابني بطل عط، ربنا يهديك. ما تتجوز بقى، ما احنا كنا كده زيك وربنا هدانا. انا بذمتك يا رب ايه ده وقته؟
يعني مع البلاوي اللي بتحصل للعيله بتاعتي عايز نزودهم ببلوى واروح اتجوز كمان، وبعدين الاقي مراتي تاني يوم مذبوحه. يا بايكي ايه اللي انت بتقوله ده؟ خلاص انا اسف، ما تتجوز حر. الموضوع مش موضوع جواز، موضوع ان احنا مستوى المصايب اللي بيحصل لنا الابديت بتاعه اللي جاي بقى، حد فينا هيتذبح، حد فينا هيتقتل، ده الطبيعي يعني. بس قول لي بقى بالنسبه ان ربنا هدانا دي. ايوه بص قدامك، بص قدامك. انا باصص، انا عايز استفيد بس. بص قدامك. حاضر خلاص. حاضر يلا. تخيلي هاني قال لي اقطع علاقتي بيه تماما. امال كنتي منتظره ايه من واحد تسبب ان مراته تعمل حادثه وان هي يروح منها ابنها اللي كان يتحمل فيه؟ امر طبيعي ان هو يحس بالذنب. وبعدين انت لازم كنتي تبقي متوقعه حاجه زي دي، او على الاقل تتفادي كلام معالي ومن دول. طب وانا ذنبي ايه؟ ذنبك ايه ازاي يا ريم؟ ذنبك ان انت السبب طبعا. ما هو لو مراته ما كانتش شافته معاكي اليوم ده ما كانتش عملت الحادثه دي. وبعدين هي اكيد كانت ماشيه بالعربيه ومش شايفه قدامها من الصدمه، وبالتالي اكيد ما كانش حصل موضوع الاجهاض ده، صح ولا لا؟ ده قدرها، ربنا كتبه لها. وبعدين دلوقتي انا متلخبطه ومش عارفه اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. طب بقول لك ايه، ما تطلبي ينقلوكي لفرع الشركه التاني. بس انا مش عايزه ابعد عن اشرف، او عشان ما اكدبش عليكي مش قادره ابعد عن اشرف. طيب يبقى على الاقل تاخدي اجازه شويه لحد ما الدنيا تهدى. وانا رايي بصراحه ان انت تنسي موضوع اشرف ده وتيجي على نفسك شويه يا ريم، وخصوصا ان انت تعمقتي في العلاقه دي من غير ما تفكري في ابعادها ولا عواقبها، وخصوصا ان هو يعني راجل متجوز. بس ما بيحبش مراته. لو ما كانش بيحب مراته ما كانش اتأثر باللي حصل. اللي بيحصل لنا ده يا فريد، انا حاسه ان ده عقاب ربنا، يمكن عشان ظلمك لاهل جوزك. كل ده بيحصل لك وبيحصل لاولادك، بس انا ما خدتش حق حد. ايوه الورث ده كان من حقي انا، ولو كانوا هم اللي خدوه كان زمانهم ضيعوه. انا اللي اشتغلت وكبرت الشركه وكمان شغلتهم معايا، اعمل ايه تاني؟ عز يوسف عملت في الموضوع قلت لك عليه؟ موضوع يا عم بتاع كامل نص ديني ده، انما عوض سيبني في حاله مش فاهمه. الو انا فاطمه. تمام انا رايح لحازم في الطريان. ايه ده؟ وانت ما تعرفيش اللي حصل له؟ حازم مقبوض عليه. ايوه اتمسك في كمين ومعاه بودره. انت ليه ما قلتليش ان حازم اتقبض عليه؟ ايه ده انت عرفت ازاي؟ جوزي بقى مقبوض عليه وانا اخر من يعلم. يا بنتي بروحك ليه مش هيفيد؟ اساسا مش هتعرفي تشوفيه. ليه بقى ان شاء الله؟ فاطمه الموضوع كبير، انت عارفه يعني ايه قضيه مخدرات. خير يا جماعه، ايه اللي حصل؟ اخبار مكافحه المخدرات ايه يا وليد؟ مبسوط هناك؟ كالعاده يا فندم، شغل ليل ونهار والبلد كلها بقت مساطيل ساعات. ما انا قلت لك خليك معايا هنا يا فندم، اي موقع حضرتك تكون فيه يشرفني العمل فيه يعني. الله يخليك يا حبيبي. قول لي بقى ايه الحكايه اللي انت عايزنا عشانها؟ الفتره الاخيره دي يا فندم كنا بنترصد لشبكه مخدرات كبيره جدا، الزعيم بتاعها واحد لبناني اسمه عدنان، هو اليومين دول في مصر. احنا قبضنا امبارح على واحد صاحب شركه سياحه كبيره ليه علاقه بعدنان ده. جرايه يا وليد،
ايه علاقتي بالموضوع ده؟ اسف يا فندم، بس ابن صديق عزيز لحضرتك رجله جايه في الموضوع. ده مين ده؟ ابن رياض الفوي. عمرو؟ تفتكر اللي اسمها ملك دي هتطلع كويسة فعلا وتساعدك وتقف جنبك؟ والله ماما حسيت كده، بس الله أعلم. على فكرة هم عندهم ظروف صعبة قوي. مني ظروف؟ ظروف إيه؟ فريدة جبالي في المستشفى، وأروى كمان عملت حادثة، حتى حازم مقبوض عليه. إيه ده إيه ده؟ إيه البلاوي دي كلها؟ دي العيلة دي يا بنتي اتبهدلت. اسمعي يا إيمان، لازم تسألي عليهم. إيه ماما اللي أنت بتقوليه ده؟ يا بنتي يا بنتي، احنا في يوم من الايام الناس دي كنا مناسبينها، واحنا ناس بنعرف الاصول، واجب برضو انك تسالي عليهم. ما انا بخاف بقى انهم يفهموا غلط. انت بتعاملي ربنا، واللي عايز يفهم صح يفهم، واللي عايز يفهم غلط هو حر. يا ستي قومي هاتي حمزه يلا عشان ياكل. يلا. حاضر. اجازه شهرب حلوه ريم ليه؟ معلش يا فندم، بس انا عندي ظروف خاصه ومحتاجه جدا الاجازه دي. بس انت عارفه ان المهندس اشرف واخد اجازه شهر عشان ظروف مراته، وانا مش هقدر اوافق على الاجازه دي. معلش يا فندم، بس انا حقيقي محتاجاها. وانا مش هقدر اوافق على طلبك اكتر من اسبوعين عشان حاجه العمل لا تسمح. ايوه يا ست سهيله، ايوه. الباشمهندس اشرف رجع ياخد غيارات لمدام اروى، بيقولوا انهم نقلوها مستشفى هنا في القاهره. مدام فريدة هي كمان راقدة في المستشفى الله يعينها. أنا مش عارفة إيه البلاوي اللي بتحصل لهم اليومين دول. حاضر، لو حصل أي مصيبة تاني هبلغك على طول. عناي، مع السلامة. اتفضلي يا أستاذة رنا. أهلا أهلا أهلا، إيه المفاجأة الجميلة دي؟ ربنا يخليك ليا يا بابا حبيبي. ها قولي بقى يا حبيبتي، دي زيارة عادية ولا لجنة تفتيش؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني انك انت جاية تطمني وتشوفي عملت ايه في موضوع نور؟ لا خلاص، انا عرفت من السكرتيرة ان انت مشيتها وجبتها بدلها. بس انت عملت ايه في موضوع نور؟ مشيتها خالص. معقولة يا بابي؟ ليه قطع العيش ده؟ هو حضرتك مش قلت ان مفيش أي حاجة بينك وبينها؟ والله أنا عملت كده ومشيتها يعني درءا للشبهات، مش كده أحسن؟ لا يا بابي مش احسن، كنت وديها اي مكان تاني بعيد عنك. يا حبيبتي كانت هتفضل برضو موجوده جنبي في الشركه. الله، وبعدين بنتي حبيبتي يعني ذكيه، ما كانش اخيل عليها الكلام ده. المفروض بقى دلوقتي ان انا وثقت فيك. طب بالعكس بقى، انا شكيت فيك اكتر من الاول. مش ملاحظه ان احنا اتجرأنا على بابا في الكلام قوي يا رنا؟ معقوله بنتي حبيبتي تشك فيا؟ هو يعني يا بابي بصراحه كده، يعني الموضوع لو ما يهمكش هتهتم بيه للدرجات دي؟ لدرجه انك ترفضها؟ حيرتيني معاك يا رنا، أنا بصراحة مش عارف أرضيك إزاي. ترضيني أنا؟ طبعًا، أمال أرضي نفسي؟ هلا، هو أنا كنت بمشي نور ليه؟ ما عشان خاطرك أنت، أمال عشان خاطر مين؟ طب إيه رأيك بقى يا بابي حبيبي إن أنت تاخد مامي وتسافر في أي مكان بعيد كده؟ يعني عشان تقربوا من بعض شوية. طالما بتقولي كده يبقى أنت لسه شاكة في الموضوع. على العموم مسير الأيام تثبت لك إنك أنت كنت غلطانة. نرجع مرجوعنا تاني بقى يا ست رنا، ها إيه سبب الزيارة دي؟ بصراحة يا بابي أنا عندي في الجامعة مسافرين هولندا آخر الشهر وعايز أسافر معاهم. وتسافري كده لوحدك؟ لوحدي؟ لوحدي إيه يا بابي؟ هيكون معايا صحابي. ما هو معنى إنك أنتِ معاكي صحابك إنك أنتِ مسافرة لوحدك. صحابك دول يا حبيبتي ما يتحسبوش، ما يعتمدش عليهم. الله، لما تكوني مسافرة سفرية زي دي لازم يكون حد مننا معاكي، يا إما أنا يا إما ماما. يا بابي هو أنت ليه دايماً كده محسسني إن أنا عيلة صغيرة؟ كأني لسه في المدرسة. يا حبيبتي أنتِ هتفضلي طول عمرك في نظري طفلة صغيرة. طيب يا بابا، بس عشان خاطر انا نفسي اسافر معاهم، وحياتي يا بابا عشان خاطر. نفسك قوي يعني؟ قوي قوي. خلاص اوعدك اني هفكر في الموضوع. لسه هتفكر؟ هذا وقد أمرنا بحبس المتهم حازم فؤاد هنداوي 4 أيام على ذمة التحقيق وإرسال عينة من الحرس إلى المعمل الجنائي.
ألف ألف حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. ميرسي يا طنط، الله يسلمك. مش تاخدي بالك من نفسك يا أروى؟ ولا أنت عشان واخدة بقى تطيري في الجو فاكرة نفسك هتطيري على الأرض؟ لا يا حبيبتي، اللي قبلنا قالوا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. وأنت لسه حلوة وصغيرة ولازم تعيشي حياتك. ولا أنت زهقتي بقى؟ يا طنط ده قدر ربنا، بعدين أنا غصب عني. طب طمنيني يا حبيبتي، الدكاترة قالوا إيه؟ الحمد لله أحسن بكتير. والله ما أنا عارفة إيه اللي بيحصل لكم الأيام دي، حاجة تقهر. أنتي في الحالة دي وفريدة وبعدين حازم. ماما؟ إيه اللي حصل لماما؟ وحازم حصل له إيه؟ بليز يا طنط انطقي قولي لي، أنا مش عارفة حاجة.